انا في دبي. فين انت في دبي؟ ما شاء الله عليك، صرت تعرف في دبي وابو ظبي وماشي امورك. ده التطبيق مع الجين شريف الغالي تسالي في التعبئة. صافي ماشي مشكل، بلا ما تقصر لي. واصلا علاش ما كيعيطش لك؟ ما عندوش راس بيه. ايه ولد الله. صافي ثانك يو ثانك يو يا سيمو. يلا تحياتي لكم. انا برجع بتصل لك وبخبرك شو صار بالضبط. مرحبا واهلا. مرحبا نادية. شو مافيا؟ اي شحال هذيك؟ 1472 الف اماراتيه. شحال هذيك؟ واو 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 نادية، هذه ستاج الاخر. حق الله الى ستاج الاخر. اوف 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 اوف. فراسك نادية، دوس معاها ساعة ديال المكالمات، 8 دقائق في 8 في جوج في ما عرفت شحال في الصونيت عليهم. يا ربي السلامة، داس علينا هاد اللايف هذا ب200 درهم ولا ما عرفت شحال. يلاه وشي واحد يقول لك كتربح على هضرنا في الانستغرام. انا عطوك سيدي الانستغرام فيه مليون. انستغرام اش كتربح فيه؟ كتربح منه انا بالناس الزوينين فقط. دوب 340 مليون، 400 مليون. دابا عطيتونا بزاف، حتى شي واحد ما عطانا راس الخيط. المهم 400 مليون، حنا مشينا كونت في 400 سكوب بنا نتسطاو. طوني مشات لي 400 مليون، كيقول لها حيدي لي البلوك، ردوا لنا على انستغرام ديالنا. ردنا على انستغرام ديالنا، بغينا 400 مليون. لا 400 لا مليار 400 الف. ولكن احسن حاجه واروع حاجه هي راحه البال، وتكون صريح مع ذاتك ومع نفسك، حيت الحياه ما ديماش. اودي بالسيف ما يقول هذا باغراضك. عييت اخوت صافي والله. نشوف شحال باقي لي انا في اللايف دابا، علاش انا معصبني هذا اللايف؟ بغيت هذا الكونتي يوصل ل 100 كا، حيت دابا انستغرام اللي كيكون قل 100 كا كيعطوك غير ساعه في اللايف. دابا راه عندي تماك 47 دقيقه، بقات لي 13 دقيقه. ميم هذيك راه لازم الناس تشوفوا. الله يرحم لكم والدينا اخوت، بارطاجيو هذا اللايف ماشي